حضرتك عندك مشاش في ركبك. نعم. استني بس يا نجمة، خلينا نفهم. ركب حضرتك من النوع الجملي. جملي يعني ايه؟ احنا بنسميها كده في علم الاعشاب. ركب حضرتك ركب صحراويه، حاره جافه صيفا، دفيئه ممطره شتاء. لما بتاخد شويه رطوبه ويجي لها برد بتفك من بعضها وتسيب، تبقى عايزه تظبيط وترصيص وكده يعني. ترصيص ايه؟ هي عايزه ميكانيكي يعني؟ قلت لك وديها التوكيل. التوكيل غالي يا عم. ايوه يا دكتور، بس يعني حضرتك انا ما فهمتش انا عندي ايه بالظبط. باختصار حضرتك عندك روماتيزم. طب يعني اعمل ايه حضرتك؟ اروح اعيش في الواحات يعني؟ لا، كله الا الواحات. الواحات دي كلها مطبات وانت السوست عندك مفوتها. لا، انا هكتب لك على وصفه اعشاب جميله كده تستعمليها كل يوم. ودي هتنفع يا دكتور؟ لو التزمت بيها هتنفع. انا اضمن لك ان ركبك تبقى انشف من ركب عصام الحضري. ميرسي خالص يا دكتور، والله انا قلبي ارتاح لك من اول ما شفتك. ربنا يخليك. بص يا ستي، انت هتجيبي طبق، هتدهني قاع الطبق بزيت زيتون حار مقطر. اوكي. وتحطي عليه ميه لفت صحراوي مخلل، وتكوني مجهزه على جنب 15 جرام حليب ناقه حمراء بدون لاكتوز. تحطي عليهم بقى شويه بودره سيراميك اسود فرز اول، وتحطي كل ده على بعضه وتهرسيهم في الخلاط عشان تسقسقي بيهم. هينتج من كل ده سائل مقزز لزج، الحقيقه انا بسميه الكريم السحري. وطبعا هدهن بيه. لا، لو دهنت بيه هتختفي. اختفي؟ مش سحري. لا، حضرتك هتشربيهم، هتاخدي معلقتين ونص كل يوم من السائل اللزج المقزز ده. بس اوعي تقعدي تحت المروحه، لان المروحه ممكن تخلي السيراميك يفك. ايوه حضرتك، بس انا اجيب الحاجات دي منين وازاي؟ تسهيلا على العيانين بتوعنا احنا جهزنا كل ده في العلبه دي. والله ريحت قلبي. سعرها على قد الايد ومفعولها اكيد. طب لو سمحت يا دكتور، العلبه دي تعمل لها كام بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ شوف يا استاذ عادل، عشان انا كمان لسه ما استفتحتش، مش هنقول 1000، 900 جنيه كويس. وبالنسبه لحضرتك انت محتاجه 3 علب. لا كده بخساره عليا، لا مؤاخذه يعني، لو العلبه دي فيها ميه ذهب ما تعملش السعر ده. اللي جوه العلبه دي اغلى من ميه الذهب. اغلى ازاي بس؟ على ده زيت زيتون على لفت على حاجات رخيصه مش غاليه يعني. شوف حضرتك نسيت اهم مكون للماده الفعاله اللي موجود في العلبه دي. ايه هو ده؟ اللفت الصحراوي. ايه لفت صحراوي يعني؟ ما هو زي اي لفت. لا طبعا، انت فاكر حضرتك ان اللفت الصحراوي ده زي اللفت المخلل بتاعنا؟ ايه ده، مش ده زي اللفت بتاعنا اللي بيتباع في شويه في سوق الخضار؟ يا استاذ اللفت الصحراوي ده بيتباع بالدولار وبيتحسب بالجرام.